بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقول لكم اسعار الاجهزه الكهربائيه بما فيها المكانس والميكرويف والخلاطات والكتاشن اللي هي المحضرات الكامله والعجانات والمفرمه والغلايات، وان شاء الله دلوقتي يسمح لكم الغسالات الفوق اوتوماتيك بالمره. بس قبل ما نبتدي يا ريت نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، موحد الله لا اله الا الله، وفي زرار تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك يا ريت تضغطوا لنا عليه. طيب ناخد بقى ايه، ناخد كده المكانس. دي المكانس الكهربائيه اللي محطوط عليه سعر هو اللي موجود، واللي مش محطوط عليه سعر مش موجود. ده بنخش المكانس الاشهر في اللي مش اشهر، ماشي واحده واحده. يعني بس دي مكنسه باناسونيك ماليزي 2300 واط، عامله 10990، يعني 11000. يعني مكنسه، تخيل مكنسه وصلت 11000 جنيه، عمار يا مصر. طيب دي الموديل بتاعها اهي، تمام. دي بتكون 2300 واط، والسكشن بار بتاعها 380، وده الشكل بتاعها، الشكل بتاعها. طيب في منها بيكون 1900 واط، اهو 1900 واط، بيبقى الموديل بتاعها 711، عامله 8000 اهو. وهتلاقي برضو الموديل مكتوب اهو، دي اللون الازرق طبعا، 1900 واط. والسكشن باور او قوه الشفط، دي بنقيس منها قدره المكنسه على الشفط على شفط الاتربه، 340 340، ده الشكل بتاعها اهو. نخش على اللي بعديها. دي مكنسة باناسونيك 1700 واط ماليزي، عاملة 6200، الموديل بتاعها 525، السكشن باور بتاعها 340، وده الشكل بتاعها اهو اهو. تمام. عندي باناسونيك الياباني، باناسونيك ياباني 1900 واط، الموديل بتاعها 911، هتلاقي الموديل مكتوب اهو برضو 911 اهو، 1900 واط، السكشن باور بتاعها 320، وده الشكل بتاعها. تمام. ده كده المكانس باناسونيك مشهورة جدا في المكانس. طيب نخش برضو على حاجة مشهورة في المكانس، التوشيبا. نقول اسعار التوشيبا. في التوشيبا دي اهي، دي توشيبا 1800 واط، دي بتكون السكشن باور بتاعها انا نسيت والله، كان 300 وشوية، هبقى اجيب لكم السكشن بالظبط. تمام. سعرها عامل كام؟ عامل 4300، وده الشكل بتاعها. دي توشيبا العربي، توشيبا العربي. تمام. في دي طبعا شفط وطرد، يعني بتشفط وتطرد. الموديل ده شفط وطرد، الموديل اللي هو ايه يا جماعه، اللي هو ده اهو 1800 اس اي. طيب في توشيبا 1600 واط اهو، برضه دي شفط وطرد، شفط وطرد، 3790 اهو، ده الشكل بتاعها. تمام. في التورنيدو اللي فوق دي، شايفين التورنيدو اللي فوق دي، دي تورنيدو العربي برضه 1800 واط، سيكشن باور بتاعها 320، عامله كام؟ عامله 3600، انا مش عارف اجيبها لكم عشان عاليه شويه. طيب نخش على المكانس برضو المشهوره، نخش على مكانس ال جي. دي مكنسه ال جي 2000 واط باجلس ب 13000، وده الموديل بتاعها 7320 اهو، وده الموديل اهو مكتوب اهو اهو، والسلاك الشاري بتاع الكهرباء 68. دي بتكون علبه اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، دول كانوا كيس، ماشي. في ال جي تانية 2000 واط، الموديل بتاعها 5420، عامله 7590، وده الشكل بتاعها، ده الشكل بتاعها. طيب في الكنود، عندي الكنود القدره بتاعتها 2200 واط، عامله 7000 بدل 8500، دي بتكون علبه، والموديل بتاعها بي 80 اهو، ده الشكل بتاعها اهو. طيب عندي تانية واحدة كنود موديلها 7050، دي بتكون 2200 واط، ودي البيانات بتاعتها، تمام، عاملة 8500، وده استهلاك الشهر بتاع الكهرباء 52 كيلو في الشهر. طيب نخش على هوفر ولا ناخد سامسونج؟ ماشي ناخد سامسونج. دي سامسونج 1800 واط، علبة عاملة 6200، وده الشكل بتاعها، السكشن باور بتاعها 320 اهو. تمام. عندي السامسونج ده 1600 واط ب 4500، وده الموديل بتاعها، وده الشكل بتاعها اهو. تمام. عندي السامسونج 1800 واط عامله 5000 جنيه، وده الموديل بتاعها اهو. يبقى الثلاثه دول كده اللي جنب بعض، دول سامسونج، دول سامسونج.
طيب في برضو اللي فوق عشان انا مش عارف اجيبها، بلاك اندرويد اللي هي على اليمين دي، تمام، دي عامله 2800، دي بتكون 2000 واط. في البوش الالماني، 2500 واط ب 5000 ونص، ميد ان جيرماني. طيب في باناسونيك العلبه دي عامله 5000 ونص، اللي هي 1600 واط، اللي هي لونها ازرق. طيب ناخد باناسونيك برضو العلبه، وده ما احنا دخلنا بباناسونيك العلبه، في باناسونيك علبه اهي 1800 واط، تمام، عامل 6400، وده الشكل بتاعها اهو. تمام، هتلاقي برضو مكتوب اهو 1800 واط، والسكشن بار بتاعها 250. هات احسن ال 1700 باناسونيك، اللي هي الكيس العلبه، السكشن بار بتاعها قليل 250. تمام، نخش برضو على باناسونيك علبة 1600 واط داجلس، موديلها 601 اهي، وده الشكل بتاعها اهو. تمام، عاملة كام؟ عاملة 6000 جنيه. هتلاقي برضو السكشن باور مكتوب، والسكشن باور مكتوب 220. طيب عنده هوفر 2000 واط، هوفر في المكان تحفة يا جماعة، مكنسة هوفر 2000 واط ب 5000 ونص، 5000 ونص، وده الشكل بتاعها اهو، ده الشكل بتاعها ما شاء الله، حجمها او الهيكل بتاعها ضخم. طيب في هوفر تانية 2200 واط، عامل 6549، وده الشكل بتاعها، وده الشكل بتاعها. طيب ناخد برضو في بلاك اند وايت 2200 واط 3600 اهو، ده الشكل بتاعها. في فريش 2200 واط 4200، ده الشكل بتاعها. تمام، في فريش 1600 واط اهو 3040، تمام اهلا. طيب في ال جي، ال جي ده الموديل بتاعها اهو، اهو استهلاك الشارج بتاع الكهرباء كام؟ 67. مش كاتبين سعرها يبقى هي مش موجوده، بس ده شكلها يعني. في بقى البرميل باناسونيك، وفي الهيتاشي، تمام، الباناسونيك ياباني 2100 واط برميل 11900، يعني 12000 جنيه الا 100. عندي الهيتاشي، الهيتاشي برميل 1600 واط 15 لتر 8279، وده الشكل بتاعها. هوفر 1800 واط ب 5000 دولار، وده الشكل بتاعها. هوفر 2300 واط ب 7900، وده الشكل بتاعها. كده احنا قلنا اسعار الماكينس الموجوده حاليا. نخش بقى على اسعار الغسالات الفوق اوتوماتيك، ناخدها من الاشهر برضو للقل. بصوا دي غساله توشيبا فوق اوتوماتيك 17 كيلو، عامله 26000 جنيه، وده الموديل بتاعها، وده الشكل بتاعها، دي توشيبا العربي. طيب في تورنيدو 15 كيلو انفرتر، عامله 20850، وده الشكل بتاعها. تمام، نخش دي واي توين 18 كيلو ب 22550، وده الشكل بتاعها. طيب نخش تاني على غسالة شارب 11 كيلو، في كذا موديل منها، تمام، الموديل ده ب 19019، والموديل ده عامل 17250. ده الشكل بتاعها. في شرب 9 كيلو، وده الموديل بتاعها، عامله 14000 جنيه، وده الشكل بتاعها. تورنيدو 11 كيلو، وده الموديل بتاعها، عامل 16379، دي انفرتر، وده الشكل بتاعها. دي تورنيدو 12، الموديل ده مش موجود عشان كده مش عليه سعر. غسالة تورنيدو 9 كيلو سيلفر ب 13000 جنيه، وده الشكل بتاعها. غسالة برضو توشيبا 8 كيلو، عاملة 11839، وده الشكل بتاعها. طيب نخش على هاف، غسالات الهاف
غسالة هوفر 10 كيلو، هاف اوتوماتيك يعني هاف يعني حوضين، حوض للغسل والشطف وحوض للتجفيف والعصر. تمام، عاملة 7639 دي الهوفر. في تورنيدو، 12 كيلو هاف، عاملة 6469 ده الشكل بتاعها. في توشيبا، دي توشيبا 7 كيلو هاف اوتوماتيك 6579 وده الشكل بتاعها. غسالة فريش 11 كيلو فوق اوتوماتيك 12840، 12840. غسالة فريش فوق اوتوماتيك 13 كيلو ب14500، تمام. غسالة وايد بوينت 11 كيلو ب14100، ب14100 وده الشكل بتاعها. غسالة وايد بوينت 16 كيلو سيلفر 20599، تمام وده الشكل بتاعها. تمام، يا ريت تضغطوا لنا يا جماعة على لايك واشتراك في القناة. تمام، الدنيا كده كده بتمطر، يعني دعوة حلوة كده. طيب الميكروويفات، بصوا في ميكروويفات كتير اهي. تمام، في هوفر وفي شارب وفي ال جي وفي تورنيدو. تمام، الافران الكهربائيه مستنيه بس لما تحط سعرها واقول لكم عليها. طب ناخد كده الميكروويفات. ميكروويف ال جي 42 لتر لون سيلفر، الموديل بتاعه عامل 13790. اهو بصوا يا جماعه، ده الميكرويف، شكل الميكرويف. طيب اللي تحت ده ميكرويف ال جي 42 لتر برضو، بس ده بشوايه عامل كام؟ عامل 16490. طيب اللي جنبه ميكرويف ال جي 42 اسود، يعني زي اللي جنبه ده، ده السيلفر وده الاسود، بكام؟ 15190. اهو ده الاسود، ده الاسود. تمام، عندي ميكرويف ال جي 25 لتر اسود ب10890، اهو ده الشكل بتاعه. اهو طيب نخش على الشرب. ماشي، الشرب 43 لتر بشوايه ب14400 وده الشكل بتاعه. اهو تمام، في شرب 34 لتر 1000 واط بجريل شوايه ب9809. اهو طيب، في الشرب طبعا المشهور اللي هو 25 لتر سيلفر 900 واط ب7900 وده الشكل بتاعه. طيب عندي الكرويف سمارت 25 لتر سيلفر ب5400 ده الشكل بتاعه. اللي فوق ده الهوفر، هوفر تبع تورنيدو وشاربي برضو العرب، يعني 25 لتر بشوايه ب9479. طيب ناخد تورنيدو برضو. تورنيدو 25 لتر سيلفر 5800. طيب تورنيدو 25 لتر سيلفر بشواية ب6779 وده الشكل بتاعه، ده الشكل بتاعه. عامل تورنيدو 36 لتر بشواية 8500، وعنده الصناعي ده 30 لتر ب5900. طيب نخش بقى على اسعار الاليات الكهربائية. معلش انا بجري معاك عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. ناخد كده الاليات الكهربائيه. بصوا ناخد مثلا بلاك اند ديكر، دي بلاك اند ديكر. تمام، بدون زيت 5 لتر و7 من 10 6500، 6500. في بلاك اند ديكر بدون زيت ديجيتال ب7500، 7500 ده الشكل بتاعها. في بلاك اند ديكر 3 لتر و7 من 10 ب5500 وده الشكل بتاعها. تمام، عندي الكنود، دي الكنود اهو البيانات بتاعتها والموديل بتاعها، بدون زيت 3.8 من 10 لتر ب7700 دي اللي معاها ضمان. تمام، في كنود تانية اهي. تمام، بدون زيت 5.5 لتر 8900 معاها ضمان برضه. في كنود تانية دي مش معاها ضمان، دي بدون زيت 7 لتر 10500، 10500. طيب في كنود تانية برضو اهي نفس الشكل، قريبة من شكلها شوية، 11 لتر ب 12900 اهو ده الشكل بتاعها.
في عندك نود اللي هما غرفتين دول بدون زيت 4 لتر و4 لتر، يعني كل غرفة 4 لتر عامة 9750، وده الشكل بتاعها. عندي ديلونجي بدون زيت لتر و7 من 10 1400 وات بكام؟ ب13800. طيب عندي فيليبس، دي فيليبس، فيليبس بدون زيت 4 لتر ب4990، ده الشكل بتاعها. فيليبس في الآلات محترمة يا جماعة. عندي تورنيدو برضو، تورنيدو في الآلات محترمة برضو، بدون زيت 1550 وات 4 لتر ديجيتال، دي بتكون تركي 6599 اهي. تمام. عندي بلاك اند ديكر بدون زيت 2.5 لتر ب4250 اهي. عندي بلاك اند ديكر بدون زيت 4 لتر ديجيتال، ديجيتال يعني فيها شاشة، سواء بقى شاشة تاتش او زراير، 5500. طيب التوستر لسه متحطش، مكن القهوة لسه متحطش اسعاره كده. احنا خلصنا الميكروفات وال وبتاع ده، هعمل لكم فيديو ان شاء الله تاني، عشان البوست الفيديو داخل في 15 دقيقة 16 دقيقة، هعمل لكم فيديو ان شاء الله تاني عن اسعار بقى الخلاطات واسعار الكتاشن الكاملة واسعار الغلايات. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لنا لايك واشتراك في الفيديو، هتلاقي زر كده تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.